كده. انا بس عايز اقول لك المشهد، عايز اقول لك المشهد. حسني مبارك في فتره رئاسته ومثل الناس بتنسى، كنا من الممكن ان نتورط في العراق في الحرب الاخيره، في السودان، كنا ممكن في السودان، كنا ممكن نتورط مع ليبيا. حمى شباب مصر، لا ادي واحد. اتنين، هو حسني مبارك ده مش قاطع، قاعد مقاطع امريكا وزاره امريكا 5 سنين لما قالوا له تعمل قواعد عسكريه عندك يا امير قطر، بلدك محتله. بقول تاني، يا امير قطر يا موزه، بلدك محتله فيها قواعد عسكريه، يا ست موزه شيل القواعد العسكريه الامريكيه اللي عندك وقول لي رئيس وزرائك اللي عنده قصر موجود في تل ابيب. عيب بقى يعني يا جماعه، عيب. انتوا بتقولوا احنا خونه، رئيس انا خاين، رئيس بتاعنا عنده قصر في تل ابيب؟ فين الكلام ده؟ انت عندكم قصر في تل ابيب. القناه، ما هو الواحد بس حزين. النهارده الملك عبد الله لما رجع من مرضه وربنا يشفيه، انا شفت ملك السعوديه بيوطوا على ايده يبوسوه، مش عشان هم، لا ده رمز للنظام، ده رمز للمملكه، ده رمز للنظام. خلاص. وانا بقول تاني، انا عايز راجل يطلع في قطر في قناه الجزيره، راجل بس يقول ان الراجل ده زي ما قلت قبل كده استولى على الحكم من دوره ميه من تواليت، والده دخل الامير الشرعي قفل عليه التواليت قال له انا بقيت الامير. انا عايز بس واحد يطلع يقول، انتوا بتخيلوا على مين؟ الست موزة اللي بتطلع تقول شعر قدام مصر، العالم كله في كاس العالم لما خدوا كاس العالم لكره القدم وكسبوا امريكا بالرشاوه، بقول تاني بالرشاوه، وللاسف هنا بوريدة اداهم صوتهم، صوته مصر اللي وقفت معاهم مع احترام القطر. يا جماعه ما ينفعش ان قناه الجزيره، وشوف كل المراسلين اللي عندها اللي من عندنا هنا للاسف مجانا ولا بفلوس، يبقى المظاهره 5000 يقول لك ايه و100 الف واحد بيقولوا يسقط هذا النظام الخائن بتاع اسرائيل. لا، الخائن بتاع اسرائيل اللي ليه قصر في اسرائيل، تمام. بلدنا ما يتقالش عليها كده. وحسني مبارك لغايه ما يمشي براحته، يعني افرض عايز يمشي بكره، هو ده الدستور عايز يقول لك عايز يستقيل، يستقيل. هو لحد شهر نوفمبر ما ينفعش يتقال على رئيس جمهوريه مصر الكلام القليل الادب البذيء اللي بيطلع من قناه الجزيره واللي بيطلع من البي بي سي، وللاسف مراسلين من هنا مصريين، وللاسف اللي بيشتغلوا في القناه هناك كلهم مرتزقه، كلهم اللي هربان من سوريا واللي هربان من فلسطين واللي هربان من الاردن واللي هربان من مصر. الاخ احمد منصور اللي جه يوم الجمعه وقال الحقوني وزنقوني ويقعد يلعب في حواجبه وضربوني، ايه الغل اللي انت عامله لمصر ده؟ انت عملت ايه لمصر؟ انت كنت فين في 73؟ انت كنت فين في 67؟ انت فين لما كنا، لما انا وغيري حمدين صباحي، ما حدش يتكلم عن حمدين لانه اتحبس كذا، ما اقعد مال الشعب اتحبس، مصطفى باكر، فينا يا جماعه ناس، لا وكل الشباب اللي كل الشباب دفع ثمن. النهارده ايه الثمن اللي دفعته؟ في قطر بتوطي على جزمه موزه ترمي لك الدولارات ولا الدينارات وتبوس الجزمه وتشتم في بلدك. اخ اشرف سعد انت بتقول عليه دون اللي انا علنا ما بخافش من حد. انا ما عندي، بص بقول لك هذا النظام ما فيش حد مضر فيه اكتر من مرتضى منصور، لكن انا ماليش دعوه بالنظام، انا ليه دعوه بلدي دلوقتي. النهارده هات لي بلد بتشتم رئيسها. خلاص، الولاد اللي طلعوا شبان الجمال دول اول مره طلعوا، انا ما شفتش لفظ بذيء طلع. لا. أيوة. لا 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 ما فيش لفظ بذيء طلع، ما حصلش. انما النهارده شايف واحده للاسف الشديد جايبه طفلها عنده سنه في الزحمه دي وكاتبه يافطه بيتها ارحل يا جده، بقى جده دلوقتي. انا شفت حسني مبارك وهو بيقع سنه 2000 فجل الشعب. لا كان بيخطب، لا كان بعد كده وجاله ولا لما وقع قدامنا كلنا موجود وجاله هبوط وصايم في الوقع وسفروه المانيا وقعد يتعالج. اسهل حاجه لحسني مبارك يقول شكرا يا شعب، بس مش عايز يبقى الملك اللي سموه والرئيس اللي قهروه والرئيس اللي قتلوه والرئيس اللي هنوه. ما ينفعش يا جماعه، انا خاف وكلنا لازم نخاف. انا النهارده مختلف مع ابني في البيت يشتمني، ايه ده؟ وبعدين انت ناسي المصانع والمدارس والمستشفيات وكل اللي اتعامل بالبنيه التحتيه والبنيه، الراجل ما كانش بينام، بيصحى ب6 الصبح. وانا بقول لك وانا مختلف مع النظام، والنظام ده هو اللي حل مجلس اداره في نادي الزمالك، هو اللي زور ضد انتخابات في نادي الزمالك، هو اللي سقطني كل ده. مساله مش شخصيه اصلا، بس انا النهارده مش وقت الانتقام. زي ما الاخ هيكل النهارده كاتب مقاله، يا استاذ هيكل ده احنا في مظاهرات 72 جينا تحت الامن نهتف عشان تقابلنا، انضربنا بالقنابل وطردتنا كلنا. النهارده جاي تتكلم عن الديمقراطيه يا استاذ هيكل، انت الذي روقت لنكسه 67 وانت الذي دافعت عن هزيمه 67. النهارده اوعى تتكلم عن مصر وشعب مصر. كنت فين ومفيد فوزي يا استاذ هيكل؟ ها لما قال على مذيعه انها مذيعه
موسى صبري. لا موسى صبري لما قال على همة مصطفى انها ومفيد فوزي برضه انتقد مذيعه واحد راح باته والتاني راح ماته. كنت فين يا هيكل؟ وانت كنت جزء من هذا النظام، بالعكس انت كنت المنظر الاول لهذا النظام. لما تيجي النهارده تستغل هذه الظروف وتصفي حساباتك مع نظام عشان ما جابكش وزير او رئيس وزراء، احنا كلنا شايفين المشهد. كنت فين لما الاخوان المسلمين اللي بيدافع عنهم دلوقتي كانوا بيتسحلوا في 64؟ كنت فين لما سيد قطب اتعدم في 64؟ كنت فين؟ ما اعترضتش ليه؟ جاي النهارده وانت قاعد في العزبه بتاعتك وابنك عنده مليارات، تاني يقول مليارات يا هيكل، جاي دلوقتي النهارده تقول بتدافع عن الشبان اللي هم قضيتهم الحريه وقضيتهم البطاله؟ ادي واحد. اتنين، خد عندك يا استاذ الفاضل، انا ملاحظ الاخ البرادعي بقى له 3 ايام مربي دقنه برادعي. الله، هو احنا انت فاكر شعب مصر شعب عبيط؟ اول ما الاخوان المسلمين قال لك بنؤيد البرادعي راح مربي، شوفوه في المشهد اللي طلع في قناه الجزيره، ده راجل بيربي دقنه خلاص بقى الشيخ البرادعي. طيب والصور اللي جابوها لحضرتك والخمره موجوده قدام حضرتك، وبعض الاخوه طلعوا قال لك ايه يعني يا جماعه، وكان في عز ايه بقى اول ما جه، ايه يعني لما رئيس واحد مرشح نفسه رئيس جمهوريه يشرب خمر؟ فانا قلت حتى لعمرو اديب، قلت له انت عايز رئيس جمهوريه طول النهار يشرب ويقول يقع ويقول انا جدع؟ ايه ده؟ النهارده بتربي دقنك وتحط ايدك في الاخوان المسلمين؟ ايه الانتهازيه دي؟ ويا اخواني المسلمين انتوا كنتوا معظمكم كان معايا في السجن مالك، وكان معايا الاخ الشاطر، انا طبعا معاهم من زمان، يعني عايز اقول لكم ازاي تحطوا ايديكم في ايدين واحد اتقال عليه ان بنته اتجوزت مدني واحد مش عارف ديانته ايه؟ ازاي يا جماعه هو في ايه في مصر؟ النهارده المصالح تتصالح. نيجي نرجع بقى، لا انا هنا بقى عايز اعلق معلش بس تعالي بس حته صغيره بس بعد القنوات عشان نخلص منها. بعض القنوات لسه انا بقول بالاسم بقى، انا عايز اقول بالاسم بقى، بسيبك من الجزيره والبي بي سي وانا النهارده لازم بالاسم يعني؟ اه طبعا بالاسم، النهارده دعيني في العربيه تمام؟ اول حاجه اقول لهم انتوا كارهين مصر ليه؟ في قناتهم الساعه 9 انا طالع معاهم. تعالي بقى خش بقى في القنوات المصريه. او تي في او ان تي في بتوع الراجل نجيب ساويرس المحترم، والراجل رفض يسافر، الراجل قاعد خلاص؟ في فرق بين المذيع والمحرض. الست ريم ماجد قاعده قبل المظاهرات كل دورها اطلعوا ولعوا اشحن، ايه يا ست؟ وبعدين هاتي لي حد امبارح استضافت اخ اسمه عمار تمام، يقول لك ما بنقعدش مع مبارك يا راجل عيب. انا بس ممكن عشان الزملاء يا بيه بعد اذنك يا استاذ سيد الاسماء بس عشان وانت عشان يعني يا سيد بعد اذنك انا بقول بالاسم عشان الناس متابعه. يا ست ريم، هو نجيب ساويرس بيديكي كام في الشهر عشان تتكلمي عن غلابه؟ لا انت بتاخدي ولوف مؤلف ما تكلمش عن غلابه خلاص. ادي واحد طلبوني في قناه دريم الاولى بتاعت الراجل المحترم احمد بهجت من 3 ايام في مذيعه اسمها دينا عبد الرحمن تتحدث باللغه العربيه عندما يكون واذا كان ولقد كان خلاص ماشي يا ست دينا. انا عرفت ان انا اللي رايح يا سياده المستشار انا فاضل الاسماء بس بتعمل لنا يعني يا عم زمايلنا طب بس دول زمايلنا على فكره ده انا عايز ده نوع من الهروب انت عشان يعني احنا نقول اسماء ناس تانية اول ما نيجي للعين تقول لي اصل زميلي بس يبقى ليهم حق الرد انا عايز ارد انا ارد معايا كل الزملاء اللي جايين اسمائهم ليهم حق النهارده قالت لهم يعني ده راجل بقى هيتكلم وهيقول حسن مبارك يا ست دينا انا اتحبست 3 مرات في عصر حسن مبارك انا مش مصاحب بيني وبينه مش عايز منه حاجه انا بدافع واحد عن شرعيه دستور اتنين عن وطني مصر هات لي واحد بتستضيفه يقول كلمه كويسه خلاص والله العظيم كل الناس يا شتيمه يا اقول بقى الفاظ بقى ايه ويغور ايه ده انا النهارده قلت لي تعالى بكره برئيس جمهوريه لكن اسف انا لا عايز اسم ولا عايز اتقتل ولا عايز حد يشهني لا انا اسف ده ما يحصل ده يا راجل ده انت عمده البلد بتاع بلدك بتقول له يا حضرة العمدة ولو سمحت صح يا حضرة العمدة انت لما تيجي النهارده تكسر بقى تقول لك انا خلاص كسرت رئيس الجمهورية طب ما هو دي هيبة نظام خلاص خلاص هيبة بلد يا بيه البلد كلها ضاعت هذه القنوات اللي اصحابها رجال اعمال مين اللي قال لنجيب ساويرس اشتغل؟ مش هو برضه النظام اللي موجود يا ريم مين اللي ما هو نجيب بيديكي الاف مؤلفه كل شهر يا ست دينا مين اللي بيديكي ما هو واحد دكتور احمد بهجت الرئيس قابله في امريكا وقال له يا دكتور ارجع اشتغل دكتور حسن بهجت دلوقتي معانا المهندس نجيب ساويرس نجيب ساويرس معانا على التليفون اهلا وسهلا باشمهندس نجيب باشمهندس نجيب ايوه اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس الحمد لله تمام المستشار مرتضى منصور بيقول لا بيشيد بيك وبيقول انك انت واحد من الوطنيين المصريين من رجال اعمال محترمين ولكن هناك عنده بعض الملاحظات
على القنوات في الظروف دي يا يا باشمهندس. استاذ نجيب ازيك؟ ازيك يا استاذ نجيب، ازاي الحال؟ وانت راجل طبعا انا اعرفك كويس طبعا، احنا اعتقد يعني احنا اصدقاء والعلاقه الحب اللي بيني وبينك ممتده. بس انا اهلاوي طبعا. ما دي مشكلتك بس هتتعالج يا اخي نجيب ان شاء الله. فيها بقول لك ايه يا استاذ نجيب، ده نادي الزمالك الساده الوحيده اللي هياخد فيها الدوري، الدنيا ولعت. هو في حظ اكتر من كده؟ نحس اتفضل اتفضل استاذ نجيب. انا متابعك لا، عندما قالت قناه الجزيره انك مشيت من مصر وانت عملت رد وما رضيش ينزل لك ردك. عمل رد محترم. حقيقة. وعملت مداخله في قناه الحياه، وانا كنت في اليوم ده في قناه الحياه، وقلت انا مصري ما بهربش من البلد دي. وشفت اخو حضرتك الاخ سميح سميح وحواليكم الجماعه الصعايده بلدياتكم من سوهاج. انا ليا عتاب على قناه او تي في او ام تي في. اتفضل. الاخت ريم ماجد. انا من حوالي شهر كنت اتحدث عن احمد زكي بدر وزير التربيه والتعليم، واقول ان الراجل ده خرب التربيه والتعليم، وده لا تربيه ولا تعليم، لازم يمشي. فلقيتها بترد عليا، كنا على التليفون، قالت لا الراجل ده ما تكلمش عنه في غيبته، والراجل ده بتعمل يعني ايه ادب حوار، وده كان حقها. ست ريم من قبل المظاهرات تشحن الشعب المصري في اتجاه محدد، كل ضيوفها لازم يبقوا ضد، واللي يقول حاجه تشوف ان هو يعني الراجل بس هيشم نفسه انه مش عاجبه الاوضاع يتهاجمه، يا تقول طب متشكرين رسالتك وصلت. كان على اي اتجاه بقى هي كانت بتشجع اي اتجاه؟ لا لا، مظاهرات والبلد تتحرق والبلد تولع والدنيا مولعه، مفيش مشكله عندها، هي ما عندهاش مشكله خالص. لكن لما يطلع واحد مثلا يتكلم، حتى لما الاخ امبارح كان الدكتور رفعت سعيد عامل معاه حوار تليفوني، حتى الراجل انتهى قال لها عيب اللي انت بتقوليه ده، انا مش صغير. تمام، هي ليها وجهه نظر معينه، وجهه النظر دي عايزه تقولها تقولها، لا انا اسف، في ميدان التحرير او في البيت او تيجي ضيفه هنا عند اي برنامج، انما المذيع يجب ان يكون محايد. لا بس انا اقول لحضرتك حاجه، ما يوجهش الراي العام في اتجاه ده رايي، ممكن تكون مدرسه غلط. لا يوجه الراي العام في اتجاه محدد. انا اقول لك في محدد، هناخد نقطه نقطه. اولا انا كصاحب محطه لا اتدخل في سياسه التحرير على الاطلاق، بدليل ان هم نازلين يشتموا في رجال الاعمال في القناه بقت اون تي في، وكل حاجه يقول لك حكومه رجال الاعمال ورجال الاعمال، انت ما صاحب المحطه رجل اعمال. اذا انا المبدا الاولاني ان في فرق بين ملكيه قناه وبينك تتدخل في اراء الناس، يعني او انت ما تتحكمش في اراء الناس. ف يعني انا قد اتفق معك مع حضرتك، هي ريم بس عشان انا مش بلتزم لها العذر، هي ثورجيه، هي نزلت التحرير يعني دلوقتي، واخد بالك؟ احنا بنروح نجيبها في الفترات اللي هي فاضيه فيها تيجي على المحطه. لا خليها لك، لا عايز التحرير حاجه، لا خليها في ميدان التحرير افضل. هو صاحب القناه ست هو عادل، خليها بجد في ميدان التحرير، وفي جابر القرموطي خليه يكمل النهارده. يا سياده المستشار، سياده المستشار، بص خلينا نبقى ايه ديمقراطيين. تمام كويس، قد اختلف انا معاها، لكن مفيش ليا، ماليش حق انا كصاحب محطه اقول لها تقول ايه وما تقولش ايه. فانت عايز تزعل ازعل منها، لكن لا تزعل مني ولا تزعل من المحطه. استاذ نجيب انا محترم وجهه نظر، بس انا بقول الاتي، لما انا اكون مالكش كصاحب محطه اتدخل، لكن انا بقول اتعلمت، انا اتعلمت الاعلام يقول ويسيب الناس تقول وجهه نظرها، ما يوجهش الناس. يعني قناه الجزيره كل الناس اللي عاملين مداخلات فيها بيشتموا خلاص، واي حد بيسالوا الاول انت رايك ايه، لا كده مش هجيب. قناه الجزيره برضه عشان ابقى لا قول لنا انت رايك ده اللي حصل إيه معاك انت. اسمح لي اقول لك بقى، قناه الجزيره لا قناة دي حالة خاصة جدا، بس احنا لا يمكن التشبه اون تي في. لا اكيد طبعا، لا 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 طبعا طبعا طبعا، معلش بس انا يا باشمهندس قبل ما تتكلم، قبل ما تتكلم عفوا ثانية واحدة بس، احترم الرئيس ومقام الرئاسة، ولا ارضى بأي هتافات خارجة زي اللي شغالة دي، ولا ارضى بالوضع الفوضى، ولا ارضى ان الناس تنسى تاريخه واللي عمله وحاربه وطلع حارب وحرر البلد دي ورجع الارض. والناس لازم تبقى عاقله في الظروف اللي زي كده. لكن نرجع لقناه الجزيره. قناه الجزيره اكن بينه وبين مصر تار بايت. وانا احكي لك بالظبط الملابسات بتاع اللي حصل مع قناه الجزيره. اتفضل اتفضل يا فندم. اللي حصل ان هم نزلوا الساعه 12 اول ما اعلن خبر تعيين سياده اللواء عمر سليمان الرئيس، بعد ثانيه نزلوا بتكر وقال لك ان المتجمهرين والمتظاهرون في ميدان التحرير يرفضون تعيين عمر سليمان. يرفضون طبعا يا جماعه، يعني لوساخه ومنقطعه النظير، هل لحقوا يعملوا استفتاء في ثانيه؟ لا يمكن الخبر كمان ما كانش لسه كله وصل ميدان التحرير، يعني حتى لسه تعين، واخد بالك اصلا؟
فاللي عايز اقوله ايه، ان هم نزلوا عملوا الموال ده عشان بينهم وبين مصر طار بايل. المهم هم انا شتمتهم في المحور وقلت دي خانه مش محترمه على اللي عملته ده. بعديها بساعه طلعوا النبأ ان هروب نجيب ساويرس وعائلته خارج مصر بطائره خاصه ومش عارف. طب وده اعلام؟ دي قله ادب، دي قله. خليك معايا بقى. كلمت الراجل قلت له عيب، احنا بنقول عليكم انتوا محطه محترمه، ما يصحش الكلام ده. ادي نمره البيت اهو في مصر على السكس لاين، عشان ما تقوليش بتكلم الموبايل. كلمني ارد عليك. عيب احنا في مصر، احنا صعايده ولا يمكن نسيب الفيران بس اللي تسيب المركب لو فاكره انها بتغرق، واخد بالك؟ فما نشرش، اخويا كلمه ما نشرش التكذيب. بعتنا جبنا بقى الكاميرات بتاعتنا من مصر وصورتنا وبتاع، لان كان قالوا لنا في اقتحام للجونه، وجينا هنا طلع لا في اقتحام ولا في نيله برضه، وكلام فعلا كله شائعات وبتاع. استاذ نجيب بس انا ليا بس يعني الوطن كله زي ما قلت في محنه، ومن الممكن ان يدخل فيه كارثه بصرف النظر حسني مبارك قاعد ماشي، مش هادي القضيه. انا كل طلبي من بعض الاعلاميين، لان الناس دلوقتي في حظر التجول قاعدين قدام التلفزيون 24 ساعه، انا بتلقى، انا كل اللي عايزه زي ما انت قايل في حب مصر، انا شايف انت عامل عندك شعار على القناه اعتقد في حب الوطن، مصر حب مصر قويه دائما، مصر قويه دائما، دائما. تمام. الناس اللي قاعده في البيوت، احنا عندنا 85 مليون مصري، مع احترامي طبعا اذا كان في مليون او نص او اي عدد، العدد اللي راح ميدان التحرير هو كل اسبوع 200000 300 ايا كان العدد. احنا مش عايزين لل 80 او 85 مليون قاعدين في بيوت نقعد نشحنهم، وبعدين بعد 3 4 ايام مش هنلاقي يا استاذ نجيب عيش ولا بنزين. سيبك الكلام اللي اتقال، ده من دلوقتي يا استاذ المستشار، انا بقول اهو دلوقتي العيش خلص والبنزين خلص والفلوس خلصت. تمام. خلصت. فاحنا دلوقتي احنا دلوقتي مش بنسقط النظام، احنا بنسقط مصر. في فرق بين اسقط نظام، انا قلت وهقول دلوقتي، انا ليا طلبات كمان اكبر من اللي قالوه في ميدان التحرير الشباب المحترم اللي راح لميدان التحرير او في بقيه المحافظات بيتظاهر. تمام. لكن انا برجو من ست ريم واخواتها بقول لها مصر اهم من رئيس مبارك واهم مني، وفين السادات وفين الملك فاروق وفين فين الناس دي كلها، لكن مصر باقيه، عايزين نحافظ على بلدنا. هي مش لعبه احنا بنلعب بيها يا جماعه، هي مش بتاعنا بنولعها. سياده المستشار معلش، مع ممكن اختلف مع حضرتك، تحت امرك اتفضل. الشباب دوت من حقه يطلع ويعبر عن رايه ويرفض ما يرفض ويطالب ما يطالب بحريه. وبصراحه احنا قعدنا مده طويله جدا يقولوا لنا البعبع الاخوان والاخوان هيستولوا والاستار عملوا، ولا واحد من اللي شايفينهم النهارده في التلفزيونات دي اخوانجيه. الشباب هم المستقبل، ده بلد، دي بلدهم وده مصيرهم، ومن حقهم انهم ينزلوا يعبروا عن ارائهم ويحطوا طلباتهم. معلش يعني. انا متفق يا استاذ نجيب، انا بقول لحضرتك اللي بيطالبوه الشباب انا هقول دلوقتي سقف اكتر منه واكبر منه حقهم، لكن انا بقول النهارده الوطن بيتحول من محنه الى كارثه كلنا. انا لما اكون عندي والدتي، انا مختلف مع والدتي الله يرحمها، ومختلف مع والدي الله يرحمه، افرض مختلف معاهم، لما ليه خلاص اللي عنده ازمه قلبيه هيقع؟ لا، الاول اطبطب عليه افوقه، وبعد كده اقول له اصل انا مختلف معاك في كذا كذا. النهارده يا استاذ نجيب لازم كلنا نخاف على مصر. المتظاهرين ليهم كل الاحترام والتقدير، وطلباتهم كلها مشروعه، والنظام اتاخر في سماحها، والنظام عنده مش اخطاء عنده خطايا، كل ده احنا متفقين عليه. لكن بقول النهارده احنا موجودين، البلد بلدنا دي محتاجه اللي يطبطب، مش النظام، بلدنا محتاجه اللي يطبطب عليها، لان لو جينا بعد 4 ايام ما لقيناش سكر وزيت وعيش وميه وبنزين، طب احنا هنحل البطاله ازاي وهنرفع؟ انا عندي اقتراح محدد اقدر اقوله لك. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انا رايي ان زي ما الدكتور احمد زويل كده قال، لابد ان تشكل لجنه من الحكماء، واللجنه الحكماء دي ما يكونش فيها اي من الاطراف اللي هي في الشارع النهارده او في الحكم. لجنه فيها شخصيات الشعب المصري يثق فيها، ما تكونش مرتبطة بأي من القوى، لا القوى المعارضة ولا القوى الحاكمة اللي موجودة حاليا. يعني ما يكونش فيها أجندات سياسية حضرتك تقصد. لا نجيب، هذا اقتراح محترم. طبعا عندها أجندة سياسية، أجندتها مصر يعني. لا أجندة خاصة. اختار أجندتها. ادوني فرصة أكمل بس. اتفضل سامع عينك يا أستاذ نجيب. يعني أنا ليا اقتراح بس محدد عشان ما نقعدش نتكلم وخلاص. اتفضل. إن احنا نعمل لجنة حكماء زي ما الدكتور أحمد زويل قال. يتحط فيها شخصيات النهارده مش موضع للنزاع، يعني لا هي محسوبه على النظام ولا محسوبه على المعارضه. مليان شخصيات محترمه في مصر من هذا القبيل، في دكتور احمد زويل، في
الدكتور اللي هو ابن المنصوره اللي هو بتاع الكلى محمد غنيم في اساتذه كبار جدا، في صحفيين محترمين، في سلام احمد سلامه، في عمرو موسى، في مليون حد ملوش طرف النهارده في النزاع القائم ده. اوكي، الناس دي تقوم تتوسط لكي نصل من مصر الى بر الامان في هذه المحنه. وانا شخصيا مستعد انضم بيها، اللي هي شرط واحد فقط، وهو ان لابد من اعتبار تاريخ. الو، اتفضل يا استاذ نجيب. يعني لابد استاذ نجيب اتفضل. متاسف عشان زوي، بس لابد من الحفاظ على يعني تاريخ وهيبه الرئيس اللي هو ومهامه يعني. بس الحقيقه طبعا الدموع غاليه يعني يا باشمهندس نجيب، يعني الدموع اللي انت بتعملها دي غاليه، وكل مصري اصيل بالفعل بيعمل ده حزنا على مصر. بس معلش حضرتك تماسك، اتفضلي. هنا انا بس يهمني يعني في هذا المقام اني ريم ماجد زميله، فاحنا يعني ايه يعني بنكن لها كل التقدير. ليست فوق النقد. لا 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 لا, 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 لا انا بتكلم، لا انا بتكلم، لا ترد عليا تعمل رد. انا لا انا بتكلم عن ليست فوق، بس ليست فوق النقد. معلش يا مصر مش محتاجه يا استاذ سيد، معلش احنا في مجال مجاملات. نقطه صغيره معلش لازم نقولها، موقفنا المهني هنا لازم نقول. انت في مجال مجاملات دلوقتي؟ لا مش مجاملات، مصر ليست فوق النقد. لا ما حدش فوق النقد. ريم ماجد في النهايه زميله ساكن، وانا قلت لك انها يعني معلش لازم. هو انا قلت لك عندها يعني مش فاهم. طب اتفضل يا باشا. انا من حقي ان انا انتقد بأدائك طبعا. انا بقى عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ نجيب. فكره اللجنه فكره رائعه للغايه، لكن هل تعتقد انه فوره الشباب اللي في الشارع هتتعاطى ايجابا مع راي هذه اللجنه؟ يعني هم لا يريدوا ان ينصرفوا من الشارع. النهارده عندنا مشكله، هم النهارده ما عندهمش واحد متحدث باسمهم، كويس؟ وفي ناس كتيره جدا بتحاول تقتنص الحديث ده معاهم. تمام. اوكي؟ فاللي احنا بنقوله النهارده ايه طيب، اذا احنا ما لازم الاولاد اللي في الشارع دول يوافقوا على اللجنه دي، يوافقوا انها تتواصل. اللجنه دي لا تتكلم باسم دور ولا بدور. دي لجنه مهمتها انها تصل بالوضع الحالي المحتقن ده الى بر الامان، حقنا للدماء، حفظا على شبابنا، وحفظا على هيبه الجيش المصري، وحفظا على منع اي حد انه يخش يوقع بين الاطراف كلها. وانا قلت وانا رايي الشخصي ان يعني لابد ان يكون هناك حفاظ على تاريخ وهيبه الرئيس، لان ما فيش داعي النهارده في ظل الخضم ده كله ان احنا يعني ننكر اي حاجه او نضيع اي حد في السكه وكده. فالمهم النهارده ان يبقى لو يا جماعه الشباب وافقوا على لجنه الحكماء دي، حتى هم اللي ممكن يقولوا الاسامي بتاعتها، مش هنتركها للنين، هم يقولوا عايزين مين. انت قلت اسماء محترمه، وانت قلت ان انت هتنضم ليها. اطراف بس ما تكونش اطراف لا من المعارضه ولا من النظام. طب انت شايف يا باشمهندس، لو انت موجود في اللجنه دي ومجتمع دلوقتي، ايه الاقتراح اللي انت ممكن تقدمه في الوقت الراهن دلوقتي؟ باشمهندس نجيب. يعني انا ما احبش اعمل اقتراح على الهواء كده، انا احب الاول انا اقف عند اقتراح الاول اللي انا قلته، ان الاول لما اللجنه دي تتوضع، الاقتراح اللي بقوله ان يحصل نوع من المرحله الانتقاليه الهادئه، يحصل اقرار بان في تكون حكومه يعني انتقاليه، مش الحكومه اللي اتشكلت دي، ممكن نرتضي يعني اي شخصيه يتفق عليها الجميع هي تقوم بالمرحله الانتقاليه دي، ويحصل انتخابات حره بعد 6 اشهر. بس يبقى المطالب دي الثلاث مطالب الاساسيه يعني. بس بنشكرك شكرا جزيلا. حياتك لك اي تعليق؟ لا انا بس عايز اقول طبعا نجيب. هو اقتراح محترم. نشكر المهندس نجيب طبعا. نجيب طبعا بشكرك جدا، نشكر حياتك. شكرا جزيلا المهندس نجيب سويرس على تواصلك معانا. هو بصي حضرتك،